نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء الذي نسأله جل في علاه أن يكون بادئ يمن وبركة وخير وتغيير وإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى ستكون هذه السلسلة التي سميتها عقد الزبرجد من مسند الإمام أحمد، وكنت قد عكفت على سرد هذا المسند العظيم، واخترت أحاديث تحرك لها قلبي، فأحببت أن يشاركني إخواني في تدبرها وأن نعمل بها ونتخلق بها. والمسند مليء بالأحاديث العجيبة الغريبة، ونحن حقيقة كان ينبغي ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة أن يكون لنا نصيب وحظ وافر في الاطلاع على المسند، أو على الأقل على جزء منه. وهذا المسند يضم أكثر من 30,000 حديث، ألفه الإمام أحمد طيلة حياته، وجمع فيه كل الأحاديث التي لاح للإمام أنها صحيحة، وإن كان فيها بعض الضعيف. أما الموضوع فقد زعم بعض أهل العلم أن فيه أحاديث موضوعة، ولكن الإمام الحافظ ابن حجر تصدى لذلك وألف كتابا سماه الذب عن المسند، وفعلا ذب عنه وبين أن معظم هذه الأحاديث التي قيل أنها موضوعة، يعني موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيها إما كذاب أو متهم بالكذب، بين بأن على الأقل إما أنها حسنة لغيرها أو أنها ضعيفة، ولا يعني تصل إلى دركة الموضوع، لأن الأحاديث الضعيفة هي دركات، كاين ضعيف الضعيف جدا والموضوع وهكذا. يعني إن شاء الله احنا من خلال هذه المسيرة مع هذه الأحاديث ديال المسند الإمام أحمد، سنحاول بين الفينة والأخرى أن نؤصل بعض أصول علم الحديث وأن نتذاكر حول هذا العلم الشريف. السلام عليكم. ونبين بعض أموره وبعض اصطلاحاته، لعل الله تبارك وتعالى أن يرجع إلينا صحوة هذا العلم الشريف. وقبل أن أبدأ يعني هذه السلسلة وأبدأ بالأحاديث التي انتقيتها من هذا المسند الكبير، لا بد أن نقف مع ترجمة هذا الإمام العظيم، لا بد أن نقف وقفة نتزين فيها بذكر محاسن وفضائل هذا الإمام الكبير، إمام أهل السنة والجماعة. وقد كان سعيد بن قتيبة يقول: إني لأتزين بذكر فضائل الإمام أحمد. وترجمته في الحقيقة
يعني ترق لها القلوب وتتغير لها الأحوال. أنا لا إخال أحدا يقرأ ترجمة هذا الإمام ويتمعن فيها ويعيش معها ولا يتغير، ما يمكنش. تنقول أنا أي واحد يتصلى الترجمة ديال الإمام أحمد وقرأها بقلبه قبل قراءة الأعين لا بد أن يتغير حاله، ما فيهاش لا بد قلبه غيرق. وقد قالها أحد الأئمة، قال من قرأ مناقب أحمد لابن الجوزي رق قلبه. والإمام أحمد بطبيعة الحال يعني العلماء الذين صنفوا في ترجمته وسيرته يعني كثار جدا، لما نظر على كتب التاريخ وكتب التراجم والطبقات هذه راها تعرضت لترجمته. الإمام الذهبي في السير تقريبا 50 صفحة اللي دار في الترجمة ديال الإمام أحمد. الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كتب في السيرة ديالو وما شبعتوش، هو أفرض مصنفا خاص، دار واحد الجزء خاص مصنف كبير الخاص بالإمام أحمد. أما ابن الجوزي فقد جمع كل ذلك وألف كتابا، تصور داروا في 100 باب، عالم رباني كان تكلموا على الترجمة ديالو من 100 باب. ما معنى 100 باب؟ باب مولده، باب نسبه، باب كذا، باب كذا، طلباته، شيوخه، رحلاته، علمه، ثناء أقرانه عليه، ثناء مشايخه عليه، ثناء تلامذته عليه، من حدث عنه من مشايخه، هو كان تلميذ ومشايخه كيحدثوا عليه. يعني تنزلوا واحد نزلة باش يتبركوا بهذا الإمام العظيم ويحدثوا على الإمام أحمد ويقولوا حدثنا أحمد مع أنهم شيوخه. وهكذا ذكر 100 باب. وحاولت إن شاء الله تبارك وتعالى نختصر هذا هي اللي عجبتني يعني في التراجم اللي جاتني مجموعة بزاف هي الكتاب ديال المناقب. كاين واحد الكتاب أفضل ديال أبو بكر الخلال، دار واحد الكتاب سماه أخلاق أحمد، وهذا الكتاب هذا يعني اقتبس منه الحافظ ابن جوزي بزاف بحال قلنا. ابن جوزي يعني اعتصره ودخله في كتابه مناقب الإمام أحمد. وكاين واحد المصنف عاوتاني هذا ديال ولده سماه يعني سيرة الإمام أحمد، تصنيف أبي الفضل صالح ابن الإمام أحمد، ولده يعني كتب عليه هذا المصنف وذكر فيه نسبه ومولده إلى آخره. حنا لا بد من نذكر هذه الأمور هذه تعرف، ثم بعد ذلك اللي تهمني أنا في الترجمة وهي مدام هذا الإمام هو إمام أهل السنة والجماعة ومتفق على جلالته، بل من غمز في الإمام أحمد يتهم في دينه. الشيء اللي غمز في الإمام أحمد ولا عرض به يتهم في الدين دياله وأنه غيكون مبتدع ومن أهل البدع. يعني باتفاق الجميع أئمة المسلمين وعامتهم أن هذا إمام مبجل. إذا حنا غادي نتعلموا من أخلاقه ومن أذواقه ومن مشاعره ومن أحاسيسه الشيء الكثير، حتى لا يبقى مطمع لأحد في أن يلمز أو أن يعرض أو أن، لأن بعض المرات إذا هضرتي على شيء إيمان وكان ما معروفش وذكرتي شيء أمور مثلا كتعلق بالأخلاق وبتزكية النفوس يقولوا صوفي. لا، إحنا بغينا نجيبوا إيمان اللي ما مختلف عليه حتى شي حد وبالاسانيد الصحيحه اللي ما يقدر حتى حد فوق الارض يتكلم فيها ويقول هذه ضعيفه ولا كذا، ونحطوها ونتدبروها ونعملوا بها ونشوفوا ائمتنا من السلف الصالح كيفاش كانوا في اخلاقهم، كيفاش كانوا في معاملاتهم، كيفاش كانوا في الزهد ديالهم، في الورع ديالهم. حنا الاخلاق راه مشات، انتهى موضوع هادشي. حنا الان بقينا كنتكلموا فقط. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني في هذه اللقاءات أن نلقى الله عز وجل بها وقد تغيرت أحوالنا، يعني فعلا كونوا فعلا حاولنا نرجع للسلف الصالح، حاولنا فعلا نقتدي بالأئمة الكبار في حياتنا، في أفكارنا، في أولوياتنا، في تعاملاتنا، في وقتنا، في زهدنا، في ورعنا، في تألهنا، في بكائنا، في خشوعنا، في زهدنا. يعني راه أنا فاش غادي إن شاء الله ندخلوا في الترجمة ديالو راه غادي تشوفوا كأنه كنتكلم على شي عجينة أخرى من غير بني آدم. والله الإنسان بعض المرات كيشك واش هذا ينتمي إلى بني البشر، دير هكا وبهذه الأوصاف
يعني كيدخل في العجب العجب. مازال نقولوا لك انك كنتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم غايقول لنا شي واحد اودي هذاك راه نبي راه الله عز وجل عصمه ونقل القلب ديالو. غنتكلموا على الصحابه يقول لك رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلموا على التابعين غايقول لك التابعين شافوا الصحابه. اللهم سيدنا نروح للدرجه ديال الامام احمد، تابع تابع التابعين، تا الطبقه اللي فوق منه ديال الامام مالك وسفيان الثوري والليث بن مسعد وهذوك اللي فوق منه هبطنا عليهم، يعني الطبقه ديال الامام احمد اللي هي طبقه الامام البخاري والامام مسلم ابو داود السجستاني وابو الوليد الطائفي اخر الطبقه هذه من العلماء المحدثين. دابا نبداو ان شاء الله تبارك وتعالى في الترجمه ديال هذا الامام الكبير، نبداو بالمولد ديالو. اخبرنا الاستاذ الامام الشيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري رضي الله عنه قدم علينا دمشق في رجب من سنه 32 و400. قال اخبرنا هذا بحال قلتي السند باش تكتب هذا الكتاب، يعني غادي بالسند ديالو حتى لصالح ابو الفضل ابن الامام احمد. قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن احمد الشيباني المعروف بالمخلدي رضي الله عنه في سنه 87 و300. قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الاصفرايني قراءه عليه، قال بحال قراءه عليه سماعا منه او قراءه عليه وانا اسمع او اخبرنا حدثنا. هذه امور ان شاء الله تبارك وتعالى مع المده كل حاجه غادي نبداو تنبينوا على اساس من هنا لاخر العام باذن الله الا يسر الله ووفقنا واستمرنا وبقينا حيين تولي عندنا واحد الثقافه حديثيه. ما معنى ثقافه حديثيه؟ يولي اي واحد فينا عارف الفرق بين حدثنا واخبرنا، بين قراءه عليه عرضا عليه، ولي عارف التدليس عارف الانقطاع عارف كاع الامور اللي متعلقه بعلم الحديث. كما ذكر واحد الاخ جزاه الله خيرا وكان هذا اقتراحه، يعني نحاولوا نردوا هذه الثقافه الحديثيه. والعلماء ديالنا في العصر يعني في هذا الزمن راه داروا مجهود كبير باش فعلا ولات الناس كتفهم شنو هي حديث ضعيف، حديث موضوع، منقطع، معطل، شاذ. ولات هذه الامور هذه بفضل مشايخ كبار مثل الشيخ الألباني رحمه الله عليه وتلامذته حفظهم الله. ف يعني استمرارا وتوريثا لهذا العلم نحاول ما امكن كل مره نذكروا فيه شي حاجه ان شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا ابو الفضل صالح بن احمد بن محمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول ولدت في سنه 64 و100 في اولها في اول ربيع الاول، وجيء بي حملا من مرو، وتوفي ابوه محمد بن حنبل وله 30 سنة فوليته امه. الامام احمد رحمه الله عليه زاد في 164 للهجره، ياك 164. شوف واحد الفائده مهمه هنا، باه مات عنده 30 سنة وجاو من مرو وجابت امو حامله لبغداد وتولد هو في بغداد، بمعنى تزاد ما شافش بواه. شكون اللي كبراتو؟ ها كبراتو امو. مزيان، هذا النماذج الذي يجب على كل يتيم ان يفتخر به. اي واحد كان عنده يتم خاص يطيح في باله دائما هذا الامام الكبير الجليل الامام احمد. حنا الاباء دابا حنا كنحرصوا على ابنائنا باش نربيهم ونكبروهم ونادبوهم ونديروا لهم وكذا، وكتلقى واحد الحرص واحد هادي وكتشوف هذا امام ما با ما كاينش مات خلاه باقي في كرش امه. وشوف كيطلع هذا الامام هذا لدرجه ذكر الامام ابن الجوزي ذكر شي امور غريبه جدا، أن الإمام أحمد وهو يعني غلام صغير كيمشي للكتاب، المشايخ ديالي كيشوفوا فيه باقي صغير هادشي، تيشوفوا فيه شي ملامح عجيبة جدا، الوقار، الطريقة باش كيجلس، الطريقة باش كيتكلم، وشي أدب وشي حياة عجيب، لدرجة كانوا الأمهات كيبغيو يكتبوا الأزواج ديالهم اللي كانوا في الثغور وكيعيطوا على الإمام أحمد. هو اللي كيتيقوا فيه في الغيمه تيقول لي اجي اكتب لينا،
تيبداو يفتيو عليه. تصور معايا كتبدا شي مره كتفتي على الامام احمد، قال لك اول حاجه بدا ما كيهزش فيه من عيني، هذا غلام تصور انت عندك 7 سنين 8 وما كيشوفش النساء، حاضر عيني. وتيبداو يفتي عليه النساء، شي وحده فيهم كتقول شي كلمه كتبغي تهضر مع الزوج ديالها ولا شي كلمه ماشي هي هذيك، ما تيكتبهاش ليها. واش دابا باقي غلام باقي صغير تبقى يديرها وتيزكى. لدرجة واحد شي مرة ملي شاف هاد المنظر عند الإمام ويقول لهم شوف حنا لاباس علينا عندنا الفلوس، كنجيبو المؤدبين كنخلصوهم ودير لهم المنضات، حيت ديك الساعة الناس كانت تفتخر بهاد الشيء. هاد الأمور سبحان الله ماتت، الناس كانت ديك الساعة، دابا حنا كنفتخروا بأمور اللي هي ظاهرة، الناس ديك الساعة لا، كانوا كيفتخروا بشي أمور أخرى. شنا هي؟ كان اللي زعما راه حس براسو عنده الفلوس ومزيان وليداتو كيجيب ليهم مؤدبين، تيجيب لهم شعراء، اصحاب البلاغه، اصحاب اللسان العربي الفصيح، خاص يوكلوا ويشربوا حتى الله يدير لي منظر بوحدو لوليداتو تيقدمهم ليه، كيفاش يتكلموا، كيفاش يناقشوا، كيفاش يتمشاو، كيفاش ياكلوا، كيفاش كذا يمشوا معاه. ولهذا الامام يعني هارون الرشيد معروف امين المامون، ولادو شكون كان مربيهم ليه؟ كان مربيهم ليه الكسائي. الكسائي هذا إمام أهل الكوفة في النحو، كان يعني اللي تكلم باللغة العربية كالسيري الجرار، النحو كيجري في فمه بحال كي هو اللي كان كيربي وكيأدب الأمين والمأمون. هذا الراجل قال لهم أنا كنجيبوا المؤدبين لوليداتنا ودايرين لهم المانضات، وما مربين لنا ولادنا. السيد هذا يتيم عنده أمه مسكينة عاتت هزة المغزل، وشو كيطلع هذا الدري؟ اللهم لا حسن. اشوف دابا باش تعرف الامر راه من قبل ومن بعد راه لله تبارك وتعالى. داكشي واحد يقول زعما انا راه قافز زوار ربي وليداتي نحفظ امه غادي مسألة. شوف شوف الا جينا انا والله الا فكرت نرجع لباه ونشوف دقائق الكتب اللي الفت في التراجم لربما شي واحد يتكلم على باه لا دا كان عنده شي احوال مع الله سبحانه وتعالى. وفعلا عثرت على واحد الاثر ان جدو كان من الناس اللي كانوا ما كيخافوش يعني في الجهاد وكذا، وغالب المترجمين ما تكلموش على باه، لا دا غيكون با عنده شي حال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، رغم انه مات شاب عنده 30 سنه، ولكن الله تعالى شوف تكفل بهذا الامام هذا فصار اماما عالما غيبقى الالسن يذكر الا ان تقوم الساعه. اذا قلنا 364 مات 241 للهجره، من الصغر ديالو تربى واحد التربيه عجيبه جدا. وثم الذي شدني ويعني هزني في ترجمته هو حرصه الشديد على طلب العلم والصبر والمصابره على طلب العلم، لدرجه ان امه كان كيفيق بكري تقول لي امه لقد بكرت يا احمد نام حتى يصبح، تتخاف عليه كتقول لي بقى كيصبح الحال. تصور مثلا غيمشي عند الشيخ يزيد ابن هارون، هذا كاين في واسط، ولا مثلا المشايخ ديال بغداد ديك الساعه، لان تقريبا اول شيخ غيطلق عليه العلم الامام احمد هو ابو يوسف، وهو هذا كاينين ابو حنيفه عنده جوج صحابو تيقولوا صاحب ابي حنيفه، كاين ابو يوسف والحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني، هادو جوج هما تلامذ النوابغ ديال ابو حنيفه. اول واحد تلقى عليه العلم الامام احمد هو ابو يوسف، ثم بعد ذلك تلقى العلم على هشيم بن بشير، يعني هذا هشيم بن بشير هو اللي شد عليه العلم في الاول، يعني كتب عليه الوف مؤلفه من الاحاديث. والامام احمد كان كيخرج بكري هو الاول ويمشي يجلس، باقي ما جاو لا طلبه، باقي ما جاو المشايخ، كيجلس ويتربع ويجلس يتسنى يجي الشيخ ويجي، يعني واحد الهمه واحد الحرص شديد جدا على طلب العلم وواحد الادب. يعني اللي بغيت اني تعلمت الادب كيفاش يطلب العلم ويفتح عليه الله سبحانه وتعالى في العلم، يشوف عاوتاني هذا الامام كيفاش كان الادب ديالو. ولهذا يعني راه غندخلو ان شاء الله في مناقب الامام احمد، ان هذا باب خاص سماه ابن جوزي باب الادب ديال الامام في طلب العلم. قلت وكان يعني حريص جدا على طلب العلم والرحله، يعني باقي صغير 16 عام يعني بدا ياخذ علم الحديث 16 عام. والغريب في الامر ان الامام احمد فاش بدا كياخذ الحديث يعني مشى ليه القران، ما بقاش مركز مع القران الكريم، هو يطلب الله سبحانه وتعالى، قال يا رب
ان صافي واحد لقيتها جا داك النهم ديال علم الحديث وكياخذ في الاحاديث 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 ففجاه داك النهم ويطلب الله عز وجل باش يختم القران ويضبطو مزيان. ففي المحنه فاش وقعت لي المحنه غنتكلموا عليها فاش تشد في السجن وكان عبد الرزاق اليماني كان كيجلو وكان كي يعني كان كيعظمو وتيقول لي امراه على وجه هذا تدوز وكيعطي من الاحاديث على وجه الامام احمد. يعني قال عبد الرزاق كتب عني ثلاثه ما ابالي الا يكتب عني غيرهم. عبد الرزاق قال لي كتبوا عليا ثلاثه الناس كتبوا عليا العلم ما تيهمنيش صافي داكشي الاخر. شكون هما ثلاثه؟ ابن الشاذكوني من احفظ الناس، ويحيى بن معين من اعرف الناس بالرجال، واحمد بن حنبل من ازهد الناس. شوف هذا راه الشيخ ديالو كيتكلم عليه بهذا الشكل، وقال بانه من ازهد الناس في الدنيا زاهد. قال احمد بن سنان هذا داك اللي قلت لكم قبيله يزيد بن هارون اللي تكلمنا عليه في الفتنه، اللي قلنا المأمون بغى يشوفوا فعلا واش يستجب للفتنه ولا لا، وكان شيخ كبير. الامام احمد من تلامذه وشوش كيقول عليه؟ قال ما رايت يزيد بن هارون لاحد اشد تعظيما منه لاحمد بن حنبل. قال لهم هذا الشيخ ما عمري شفتو تيعظم شي واحد قد ما كيعظم الامام احمد بن حنبل، ولا رايته اكرم احدا إكرامه لأحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، وكان يوقر أحمد بن حنبل ولا يمازحه. كان كيبغي يضحك هو، ولكن فاش يشوف الإمام أحمد تيحبس الضحك. ومرض أحمد بن حنبل فركب إليه يزيد بن هارون وعاده. شيخ عظيم عنده الألوه ديال الطلبة، تيمرض منه واحد الإمام أحمد بن حنبل وكيركب وكيمشي حتى عنده باش يزوره ويشوفه. يعني من هنا كتبان لنا يعني قيمة الإمام الكبير. قال عبد الله بن المبارك شيخ سمع منه قديما، ماشي ذاك الخراساني، لأن كاين عبد الله بن المبارك الخراساني المعروف وكاين واحد آخر اللي هو هذا. قال كنت عند إسماعيل بن علية. هذا إسماعيل بن علية هو من مشايخ الإمام أحمد، من المشايخ الكبار ديال الإمام أحمد. فتكلم إنسان فضحك بعضنا، وثم أحمد بن حنبل. قال فأتينا إسماعيل فوجدناه غضبان، فقال أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟ دابا هذا شيخ كبير عنده حلقة، وش واحد قال شي كلام وضحكوا، والشيخ ديالهم غضب غضب كبير. منين سولوه علاش غضبان قال لهم يعني كتضحكوا كاين معايا الامام احمد بن حنبل. يعني شوف القيمه اللي كانوا المشايخ ديالو عاطينا لهذا الامام الكبير. نهار ما شادش التوقيت شحال وصلت دابا؟ المهم دابا غادي نوقف واحد الوقفه بسيطه، حيت ما تنبغوش نبقى عين نحطوا المعلومات نتصنتوا لها فقط. انا الان بغيت نتدبر هذا الكلام هذا كله اللي سمعناه كامل، بغينا نفهموه كيفاش. يعني الان حنا ما لناش وقع علينا، ما لنا حنا هكا زعما كيفاش؟ علاش هذوك الناس كانوا يعني راه كنقولوا الامام احمد بمعنى راه جماهير كانوا اهل خير اهل صلاح. دابا حنا في زماننا فعلا ما كاينش بحال الامام احمد نقتديو به ونطبعوا عليه ونرحلوا عليه، ما يمكنش ما كاينش. شنو الحل؟ بغينا نترباو، بغينا فعلا الارواح ديالنا نحسوا بها نيت فعلا ولات ربانيه، نوليو فعلا عندنا هاد الاخلاق ديال هاد الائمه، توقير تعظيم الاجلال. شوف دابا هذا الامام احمد من الصغر ديالو كيفاش داير، موقر عنده قيمه شريف، كلشي تيحترمو كلشي تيوقرو، مشايخه تيحشمو منه وتيتسحيو منه وكيعظمو وما يقدروش يضحكوا قدامه
ويوقرونه وكل شيء كيتني عليه، كيتني عليه الصغير الكبير المرأة كل شيء كل شيء، لدرجة أنه في واحد الرواية تلعب مع الدراري الصغار، تتجلى مع الدراري الصغار تلعب معاهم ويقول لي واحد يا إمام إلى متى وأنت تركض مع الأطفال؟ قال لي إلى القبر. يالله قال لي غنطلع معاهم وأنا تنمو. شوف هذا الإمام هذا كيفاش كان داير، شوف هذا الرحمة اللي كانت عند هذا الإمام هذا. هذا كنقولوا العلم إياه كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث، ماشي مليون ديال الدرهم ديال 200 ألف، لا ألف حديث تحفظها عن ظهر قلب. أبو زرعة الرازي اللي شهد لي الشهادة وقالوا لي كيفاش عرفتي بالله حافظ مليون حديث؟ حتى تشرب السي خالد الله يجزيك بخير. قال لي لقد ذكرته الأبواب، قال لي ذكرت معي الأبواب وما عندهم واحد الحساب، عرف بأنه حافظ ما يفوق ألف حديث ويعمل بها. دابا إمام حافظ ألف حديث كيعمل بها كي غيكون؟ إذا عرفتونا بعلاش هو يدير هكا؟ السؤال علاش الإمام أحمد أخلاقه قيمته هكا عند الناس وعند الله وعند الملائكة علاش؟ لأنه كان إلى قرا شي حديث وسمع شي شيخ تيقول حدثنا فلان أخبرنا فلان عن شي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، مباشرة تطبيق، ما كانش كيفراني ولا لا بلاتي شوية ولا تطبيق، لدرجة واحد مرة كيقرا حديث الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره، هو يمشي ديك الساعة سالت الحجام حجم لي وأعطاه الأجر ديالو. تطبيق الأحاديث ديال قيام الليل، الصيام الصيام، الصدق الصدق، كذا 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 مع الزوجة، الأحاديث نطبقوا مع الزوجة مع الأولاد مع تيطبق علم وعمل. هذاك الشيء علاش عطات هذا النموذج ديال الإمام أحمد. دابا علاش حنا هكا؟ حنا كنعرفوا وما كنطبقوش. شحال سمعنا؟ الآن ماشي نتواعدوا، كل واحد فينا يديرها بين مع راسو. نحاولوا نبداو نفكروا في التطبيق. نديروا قدامنا أي حاجة سمعناها على النبي صلى الله عليه وسلم. أي حاجة سمعناها على الصحابة. نطبقوها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم، ولكن بدا يكون حرص. فعلا انك فيك واحد لم تخرج الطبق، سمع في خطبه الجمعه نقدر كنا نحسن من الامام، يقدر الامام راه تيقول في الخطبه تيغوت ويقدر ما يطبقش، وان انا ماشي شغلي فيه هو، انا كنشوف راسي، انا غنمشي نتصنط يجيب لي كلام صحيح داكشي اللي كيهمني ونمشي نطبقه. والله يا اخوان يقدر فينا شي واحد ما يكون لا طالب علم بزاف لا حافظ بزاف ويكون امام هذه الامه هذه ويولي إمام في العبادة. حنا محتاجين أئمة للعبادة، فينا هو؟ بغينا شي واحد أسيدي تمشقوا لي قدامه قيام الليل، فينا هو؟ شي واحد تيعرج بقيام الليل، شي واحد تيصوم تدخلوا لي حناكم، بغينا هذا الشيء راه حنا بغينا نشوفوا في الأمة، باش نبقوا حنا أمة كلام، أمة الهضرة، أئمة في الزهد بغينا، بغينا أئمة في الفقر، أئمة في الورع، أئمة في الصيام، أئمة في القيام، أئمة في الأذكار، شي واحد فينا يدير واحد ساعة جالس وما يهضر إلا تيذكر الله سبحانه وتعالى، ما يعياش، إيز القرآن ماشي تيهضر من الساعة ويلوى، شي واحد اللي عنده واحد النفس طويل بحال داكشي ديال الماراطون ترينا ولا تيضرب 6 السوايع عنده عادي، ما يبقى باغي يتحول هكا ويتحول هكا ويتقلب هكا، ما مولفينش حنا، الإنسان تيهز المصحف تيقرا شي شوية ويحطو صافي عيا. تلف الساعة في الجمعة ما تتقد لينا ما مولفينش تجلس شوية ها هذا ها حنا بغينا أي باب. وأنا بغيت الإخوة فينا ولا في الميكرو هنا بغيت الإخوة يشاركونا باش نعرفوا واش حنا فين كاين المشكل فين نعرفوا حنا فين كاين هذا الإشكال هذا علاش هاد الأئمة هكو دايرين. أنا فاش سمعت الإمام أحمد فعلا كيسمع كيطبق فكرت ندير هذا المشروع بيني وبين راسي، من طبيعة الحال ما توفقتش. ف
فين كاين ثاني المشكل نقلبوا ثاني نشوفوا فين كاين المشكل. انك تسمع حديث خاصك تطبقه ما امكن تطبقه. ولهذا غادي ندير واحد الخطه بيناتنا نتواعدوا عليها. لا راتيه مناش كثرت انا ربما كره في القاع شي بركه بحال هكا ويكون ولكن تكون الجوده. نتواعدوا هاد الاحاديث ان شاء الله اللي اختاريت وهزلتها لخوتي نطبقوها. يكون عندنا شعار الحديث نقراوه نتدبروه نخدموا عليه. ما كاينش نخدموا عليه ونشوفوا في بعض الدروس صافي. شكون اسيدي اللي بغى يقول لنا شي حاجه؟ راه ما ها امين. والمهم اكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللي عنده شي مداخله في السؤال اللي طرحت يقول لنا يعني فين كاين الخلل.